واخا غتقدم لنا السميه ديالك. سميتي بدر. بدر؟ بدر بوشر. شحال هادي باش دخلتي تمارس هاد الرياضه الكره الحديديه؟ شي 3 سنين. 3 سنين. النادي اللي كتنتمي له؟ نادي لوكوس. نادي لوكوس الكره الحديديه. نعم. شنو ممكن تقول على هاد الرياضه اللي ما كيعرفهاش وبغى يتعرف على هاد الرياضه؟ يا رياضه ممتعه و ترفيهية وفيها واحد الجو يعني ممتاز جو رياضي يعني ممتاز يعني كتكون فرصه باش كتلاقى مع صحابك اللي كيمارسوا هاد الرياضه. شحال معك ديال الاطفال في الكلوب؟ شحال معكم ديال؟ كاين اربعه ديال الاولاد اللي كيمارسوا صغارين. والبنات ما معكمش البنات كيمارسوا هاد الرياضه؟ لا يعني كيجيو البنات يترينيو باقي ما دخلوش معكم باقي ما كيهتموش بالرياضه؟ كانت واحد البنت كتريني شحال هادي وما بقاتش كتريني. شنو هو السبب باش ما بقاتش كتريني؟ تقريبا يعني الظروف الدراسه ولا شي حاله ولا العائله ديال ما خلاوهاش ولا شنو؟ ما واخا تقولنا على المشاركه ديالك اليوم في هذا الدوري ديال الكره الحديديه الماراثون ديال الكره الحديديه اللي كتلعب دابا. كيفاش كانت المشاركه ديالك؟ المشاركه ممتازه. شفت كتمارسي مع كتديري مع كبارين يعني كبار وداك الشيء، كيفاش كتجيك انت تشارك معاهم؟ كتشارك في وسطهم يعني شنو باش كتحس؟ شنو هو الاحساس اللي كيجي؟ كنحس بالمرسيه مرتفعه يعني المعنويات ديالك مرتفعه. نعم كنحس راسي بطل بحالهم. وانت مادام اننا كنهضروا على البطوله وعلى هذا، انت بالنسبه لك في المستقبل كتحلم تكون بطل ديال الكره الحديديه بطل المغرب؟ او تشارك في البطولات الدوليه؟ يعني الكره الحديديه عندها واحد المستقبل لان تولي العاب من الالعاب الاولمبيه وانتم هما المستقبل ديال الكره الحديديه في العرايش وداك الشيء. كنتمنى لكم التوفيق بوشيخ. تبارك الله عليك. قدم لنا السميلات. محمد ادم اباقور. نعم. شحال هذه وانت كتعمل الكره الحديديه؟ 3 سنين. من دخلتي شكون اللي دخلك الكره الحديديه؟ باباك؟ باباك كيمارس الكره الحديديه؟ وشني كيعجبك في الكره الحديديه؟ شنو كيعجبك فيها؟ كتعجبني فيها الترفيه. كترفع على راسك يعني كتكون باش كتلاقى مع صحابك وداك الشيء وكترفع على راسك. والرياضه يعني سبور يعني من ناحيه الرياضه كذلك هي رياضيه. الرياضه يعني كتخدم فيها شنو الحالات اللي كتخدم فيها دابا بالنسبه للياقه بالنسبه للتقنيات بالنسبه شنو يمكن تقول على التقنيات ديال الكره الحديديه؟ يعني فيها الرمي ياك لوتير فيها يعني فيها لوتير هكا الرمي ديال الكره ياك. شنو اخر التقنيات اللي خصك تعملهم؟ لو بوا هو الوزن. هاد الكره الحديديه فيها الاوزان بزاف ولا انتم كتلعبوا بها صغيره؟ فيها ازمه. انتم عندكم ديال الصغار كتلعبوا بها صغارين؟ 90 غرام. شحال فيها؟ 690 غرام. انتم ديال الصغار كتعملوا 690 غرام؟ لا حسب الجهد ديال الكره ديالكم قد يدك حسب الجهد حسب السن. دابا انتم السن كتلعبوا صغارين. شنو يمكن تقول بالنسبه للاطفال اللي باغيين حتى هما يلعبوا الكره الحديديه باش هما يجيو يلعبوا الكره الحديديه معكم في الكلوب؟ كل مباراة الكرة الحديدية رياضة ممتعة و نعم وترفيهية كتكون وسيلة ديال اللقاء كتلقى مع صحابك وكتعمل رياضة وكتسافر ياك ويمكن تصبح كذلك بطل. انت بالنسبة لك عندك الحلم باش تصبح بطل ديال الكرة الحديدية؟ نعم. وتشوف شي كلوب يعني كبير قد تشارك؟ نعم. وهي رياضية من الناحية المادية كتدخل الفلوس يعني كيربح فيها البطل اللي كيشارك دائما كيربح كوبات وجوائز فيها المشاركات بزاف فيها كدير الكؤوس وكدير الجوائز وكدير حتى الميداليات وكدير حتى الجوائز يعني النقدية وداك الشيء. تبارك الله.